إن شاء الله هنشتغل مع بعض. النهاردة أولى محاضرتنا الإلكترونية في مقرر النصوص العبرية الحديثة للمستوى السادس. بنستكمل مع بعض النص اللي كنا مكلفين به الأسبوع الماضي، واتفقنا إن في مجموعة هتبدأ تشتغل فيه، وبالفعل هم بذلوا مجهود طيب وجيد ينم عن قدرة في اللغة. وهنسمع لزمايلنا طلبة ونبدأ نعلق. أنا هبدأ أعلق على القراءة من جهة، ثم على الترجمة. طبعا القراءة هي مفتاح النص. لو لم أتمكن من قراءة النص بشكل جيد وفهم كل لفظ فيه وفهم موقعه وفهم صيغته الصرفية بشكل جيد، لن أستطيع أن أفهم ما يقوله النص، وبالتالي قراءة خاطئة تساوي فهما خاطئا تساوي نقل أو شرح أو ترجمة خاطئة بالتأكيد. يبقى بدايتنا بتكون دائما وأبدا من القراءة الدقيقة. نبدأ نسمع لإحدى الطالبات في قراءتها لكتيرة رشيد وكتيرة مشني، ثم سأعيد أنا القراءة مرة أخرى مع التعليق على القراءة انتقالا إلى الجزء الخاص بفهم النص أو اللي انتوا بتطلقوا عليه الترجمة، لكن احنا بنشتغل الترجمة بمفهوم التفسير والفهم أكثر منها ترجمة بمفهوم النقل من لغة إلى أخرى. نبدأ نسمع زميلتنا في هذا المقطع. عشان متراين بدروم سيناي تفسا ات التهال بهافتا كتلانيت في اولام مي شهايا مفتا بسوف يوم هكراف هريشون هاياها اويف شني تياسيم بلتي منوسيم هتليحو لهدوف عشرين وشمونا مياجيم اول حسل شبعة مهم ايخ تليحو جام لشرود في جام لنتسيح في ايلو المنتيم تكتيهيم عمدو لرشوتا. طبعا طبعا بنشكر زميلتنا على مجهودها، وان كان قراءتها بنسبة 70% إلى 80% صحيح. طبعا العنوان الرئيسي عندي شني فانتوميم عسروت ميجيم كراف هافير شبتاح ايت ملحمة يوم كبور. متكيفت هبيتا شن متسرايم بدروم سيناي تفسا ايت سهل بهفتاعا كتلانيت في أولام مشي هيا مفتع بصوف يوم هكراف هريشون هيا هاويف شنيتا ياسين بلتي من السيم هتسيحو الهدف عشرين وشمونا ميجيم ولي حسيل شفعة مهم. ايخ تسليحو جم لسرد في جم لنتسيح في ايلو الامنتيم تكتييم عمدو لرشوتام. هذه هي قراءة النص. قراءة النص معناه ان انا بدأت استوعب عناصر النص. فنبدأ نسمع ايضا لترجمة نفس الطالبة لهذا الجزء. الإسرائيلي بمفاجأة مميتة، ومع ذلك كان من فوجئ في نهاية اليوم الأول من المعركة هو العدو. طيران عديم الخبرة نجحوا في صد 28 من طائرات الميج والقضاء على 7 منهم. كيف نجحوا أيضا في البقاء وأن يفوزوا أيضا؟ وما العناصر التكتيكية التي كانت تحت رئاستهم؟
طبعا بالنظر للترجمة هجد في بعض التراكيب أو بعض الفهم الحرفي لجزء من التعبيرات اللي موجودة قدامي في هذا العنوان. طبعا تحليلنا للنص بيبدأ من المستوى الصوتي، فالمستوى الصرفي كما هو معتاد. شني فانتوميم عسروت ميجيم، طبعا فانتوميم ميجيم المقصود متو سي كراف ميسو جيم شونيم، ميسوك فانتوم وميسوك ميج. يشتيني قدوت يعني عندي نقطتين، ده معناه بيفسر لي ايه علاقة هذين النوعان، ما علاقة هذين النوعين من الطائرات بما سيلي. كراف ها افير شبتاح ايت ملحمة يوم كيبور، المعركة الجوية التي بدأت حرب 6 أكتوبر. وملحمة يوم كيبور ده مصطلح موجود في الفكر الإسرائيلي للإشارة إلى حرب 6 أكتوبر عام 1973. طبعا سبق أن اتفقنا على أن ترجمة المصطلح أو نقل المصطلح لإجراءات، ويجب الاحتراز والحذر بشدة في التعامل مع المصطلحات. يجب تفكيك المصطلح في لغته، فهمه جيدا. تفكيكه هنا ليس على مستوى المفردات ولكن على مستوى البنية المضمونية لي. بمعنى المصطلح بيحمل عنصرين، أو هو مكون من عنصرين. العنصر الأول الشكل اللغوي term، البنية اللي قدامي. العنصر الآخر الكونسبت، المفهوم، ما يحمله من حمولة دلالية. وإذا كنا بنتكلم عن المصطلح فالمصطلح معناه عبارة لغوية، لفظ أو عبارة لغوية تحمل دلالة خاصة يستعملها ويفهمها بدقة أهل الاختصاص في مجال بعينه. طبعا بنتكلم على المجال العسكري. فملحمة يوم كيبور هي المعنى الحرفي حرب يوم الغفران، لكن هذا هو المفهوم الإسرائيلي لها. لماذا؟ لأنها وقعت في يوم عيد الغفران في 6 أكتوبر. طيب مقابلها عندي، هذا هو المقابل الثقافي في أو المفهوم الثقافي للمصطلح في الفكر الإسرائيلي. في الفكر المصري أو العربي هي حرب، المقابل الثقافي عندي حرب 10 من رمضان أو حرب 6 أكتوبر. وقلنا ان المفاهيم الثقافية هتختلف، لان بتختلف البنية اللغوية وبيختلف المفهوم من شعب لاخر، وكل ثقافة بتعبر عن طريقة فهمها وتحليلها للموقف او لهذا المصطلح. فهنا بنلجأ للاجراء الثالث. اذا انا عندي الاجراء الاول اللي اتبعته الطالبة وهو النقل الصوتي يوم كيبور، والقارئ الذي يجهل هذه العبارة لن يفهم ما مقصود بيوم كيبور. لكن يجب أن يكون القارئ مطلعا على الثقافة العبرية والثقافة اليهودية أو الديانة اليهودية حتى يستطيع أن يلم بدلالات هذا المصطلح. فكلمة يوم كيبور هذه مقابلها عندي حرب 6 أكتوبر أو حرب 10 من رمضان. طيب المقابل المحايد وهو أن نلجأ للتاريخ، فالسادس من أكتوبر عام 1973. وكده أكون أنا قدرت أن أنا أشتغل على أكثر من عنصر. اشتغلنا على الترجمة للنقل الصوتي، اشتغلنا على المقابل الثقافي، اشتغلنا على المقابل الحيادي أو الموضوعي. طيب متكيفة بيتا الطالبة قالت الهجوم. الفعل تكفلا هاجم او هجم على، وايضا الفعل هتكيف بمعنى هجم. طيب ما الفارق بين الاشتقاق من متكفت من الجذر تكف وما بين الاشتقاق من الهتكفة؟ اصل هذا التركيب هتكفت
بيتع اللي هو الهجوم المفاجئ. متكافة بيتع هنا هجمة، هجمة. إذن هو الكاتب يصور الأمر في بدايته، طبعا لم يكن يعلم الجيش الإسرائيلي علما تاما بوضع الهجوم، فهو وجد ان في مجموعة من الطائرات بتهاجم، فهذه هجمة من الطائرات، انقضاض جوي من مجموعة من الطائرات على موقع بعينه. وربما هو ادرك او ظن ان هذا سيكون في اطار مجرد معركة بسيطة وتنتهي في سويعات، لم يكن يدرك ان الامر ابعد من هذا. فهنا متكافة هبيتا شيل متسرايم بدرون سيناي تفسع ايت هاويف او ايت تسهل بهفتعا كتلانيت. الهجمة المفاجئة لمصر في جنوب سيناء اصابت الجيش الاسرائيلي بمفاجأة قاتلة. أوقعته أو صدمته بمفاجأة قاتلة وليست مميتة. الفارق ما بين قتل وهيميت هو نفس الفارق اللي الطالبة قالته، مميت. مميت هذا من الفعل ميت هيميت، لكن هنا قتلني. قتلني هنا بمعنى القتل غير الموت. الموت هناك فارق دلالة بينهم، الموت ممكن الإنسان يموت بدون أن يصيب شيء، ما يسمى بموت الفجأة، يكون بيتكلم إنسان وفجأة يقع خلاص انتهت حياته. أما قتلني معناه أن في وسيلة استخدمت للقتل، وهنا القتل معنوي، مفاجأة قاتلة. في أولام، أولام من أدوات الربط في الجملة لكنها تفيد الإضراب وليس الاستدراك، بمعنى ما سيأتي بعدها سيكون مخالفا لما قبلها. في أولام مشي هيا مفتع بصوف يوم هكراف هريشون هيا هويف، غير أن من كان مصابا بالمن أصابته المفاجأة من فوجئ في نهاية اليوم الأول من القتال كان العدو. بمعنى أن يظن أن فعلا الجيش الإسرائيلي أصيب بصدمة، لكن الكاتب بيقول لا، ده اللي فوجئ بالموقف كله وارتدت انعكس السعر على الساحر، يعني هم كانوا عايزين يعملوا مفاجأة للجيش الإسرائيلي، لا الجيش الإسرائيلي فاجئهم. هذا رأي الكاتب، طبعا هي مخالفة للواقع زي ما هنشوف. شني تياسيم بلتي من السيم هتسيريحو لهدف عسريم أشمنا ميجيم ولحسيل شفعاء مهم. اثنان من الطيارين عديم الخبرة، هذه الترجمة الحرفية، ان اسير على حسب نمط الجملة العبرية. انا عندي الجملة العربية تبدأ بالفعل، الجملة العبرية يتحتم البدء بالفعل، لكن ينبغي عمل التوائم، عمل التعديل حتى تتسق الجملة العبرية مع الفهم الصحيح حين نقلها للجملة العربية وللعقلية العربية بما يتفق مع العقلية العربية. يبقى نجح طيران عديمي الخبرة في صد 28 طائرة ميج وتدمير 70 منها. كيف نجح في البقاء على قيد الحياة وفي الانتصار؟ نتوقف هنا أمام ما ذكرته الطالبة، طبعا الإعراب في يعني بعافية شوية، إن هو 28، طبعا ثماني لأن طائرة في العبرية، مذكر ماتوس في العربية مؤنث، فبراعي اختلاف موافقة العدد في اللغتين. هذه واحدة. الثانية ذكرت الطالبة، وهذا ليس نقدا بمفهوم ان انا بعيب عليها، لا انا بوضح لها حتى لا تقع في هذا الخطأ مرة اخرى، وطبعا كلكم
يجب أن تهتموا باللغة العربية وضبط النص حتى يستطيع المتلقي فهمه فهما صحيحا. شنيتا ياسيم طيران، هي قالت طيران نجحوا. طبعا المفروض ان الفعل يلائم الفاعل، فاذا بدأت الجملة بطيران يبقى ايه؟ طيران نجح مثنى. اذا تقدم الفعل فيكون في حالة الافراد، نجح طيران. ايه هتسليحه؟ كيف نجح وليس كيف نجحوا؟ في البقاء على قيد الحياة لسرتم من 28، من 28 طائرة، ده عدد لا يستهان به، معناه ان من سيتصدى لهم سيباد. وبالتالي هنا السؤال كيف نجح في البقاء على قيد الحياة. فيجام لنتسيح، الفعل نتسيح ليس المقصود به الفوز، من ضمن معاني فاز، بس هذا في مباراة، في منافسة، نحن بنتكلم على حرب، يبقى انتصر، ده ايضا من معاني انتصر، تغلب على، قهر. فيلو إليمنتين تكتييم عمدو لراشوتام، والعناصر التكتيكية التي كانت بحوزتهم، التي ساندتهم، التي كانت تحت إمرتهم. لأن إذا كنا بنتكلم على هجوم، هذا الهجوم وتحويله في ظن الكاتب لانتصار، يبقى لازم أن يكون في آليات وفي وسائل ساعدت هؤلاء المتصدين إلى التغلب أو في التغلب على الهجم. هنشوف دلوقتي النص ماشي ازاي. نسمع المقطع التالي. شالوم كان كبرانيت من حيمتيوم هكيبوريم هيتا إحادة مبحانيم هكشيم بيوت الزهر باللوسبيك هكشي بيوت الحيل هأبيا هيوم إسبير لخيمة الهريجة هرشون شلوم كربا أبير شيشتول المعال دروم سيناي وبتاح إتها ملحمة. نلاحظ في هذه القراءة أن الطالبة عندها إشكالية في عدم مد الحركات حتى تأخذ حقها، لا تعطي الحركة حقها. على سبيل المثال كلمة يوتر، هي يوتير وليس يوتر. أيضا عدم الدقة في تحليل اللفظ على المستوى الصرفي، تحليل الكلمة، معرفة جذرها، معرفة بنيتها، الوزن الفعلي بتاعها لو هي صيغة فعلية كما هو في كلمة أسبير. هل أنا إذا أنا سمعتها أسبير هكذا دون أن أقرأ النص سينصرف ذهني إلى وزنه فعيل من الفعل هسبير، سافر بيت 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 وليس فيه. أما ما أمامي فهو سمخ فيه ريش، معناه إن أنا في بشتغل على الفعل سبير، يبقى أسبير وليس أسبير. فنعيد قراءة النص. شالوم كان هكبرانيت ملحمة يوم هكبوريم هيتا أحد همفحانيم هكاشيم بيوتير لتسال وللو سفيك هكاشي بيوتير لحيلها أفير هيوم أسبير لخيم على هريجا هريشون شلو كراف هافير شهشتوليل مع الدروم سيناي وفتح ايتها ملحمة. ونسمع دلوقتي ايضا مقطع الترجمة من الطالبة. مرحبا
بيوم الغفران واحدة من أصعب الاختبارات على الجيش الإسرائيلي، ولا شك الأكثر صعوبة على السلاح الجوي. سأقول لكم اليوم على أول لحظة في حرب يوم الغفران، المعركة الجوية التي اندلعت فوق جنوب سيناء وبدأت الحرب. طائرتي فانتوم وعشرات من طوارئ. الترجمة بصفة إجمالية واضحة. طبعا الطالبة أدركت دلالة شالوم هنا. شالوم طبعا من الألفاظ المستخدمة بدلالات سياقية مختلفة. شالوم بمعنى سلام، شالوم بمعنى أهلا، بمعنى مرحبا. خلاص، فهي بدأت بمرحبا. كان ده تؤر مقوم ظرف مكان. هنا القبطان، هنا القبطان زي ما بنيجي نتكلم. طبعا كبرنيت هذا مدور بمدوري يدعوت أحرنوت، قسم من أقسام يدعوت أحرنوت، بيكتب فيه مجموعة من المقالات التحليلية برؤية، أو يمكن هي حتى اسمه كبرنيت، على أساس إن هو القبطان أو الربان، هو المسؤول عن إدارة أمور السفينة أو الطائرة، قادر على قراءة كل تفاصيل رحلته، وكيف تعمل أجهزة الآلة التي يستخدمها وما وقعه، فعنده قدرة على القراءة الإجمالية من كافة الأوجه. هنا القبطان، ما زال الإصرار على يوم الغفران، وده احنا أشرنا ليه من شوية. حرب يوم السادس من أكتوبر كانت أحد الاختبارات الصعبة أو أصعب، طبعا بيوتير نقول صعبة للغاية، لا، أحد أصعب الاختبارات للجيش الإسرائيلي. وللأسف وبدون شك الأصعب للسلاح الجوي. اليوم سأروي لكم اللحظة الأولى لها، طبعا هنا ترجمة حرفية. اليوم سأقص عليكم اللحظات الأولى لهذه الحرب. في اللغة العربية رجع ريشون، هذه في العبرية، اللغة العربية بتجمع هذا التعبير، فنقول اللحظات الأولى. كراف افير شيش توليل معال دروم سيناي وفتح ايتها ملحمة، المعركة الجوية التي اندلعت فوق جنوب سيناء وبدأت الحرب. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية، ونسمع أيضا زميلتنا وقراءتها لهذا المقطع. طبعا زي ما سمعنا مسألة التحليل اللغوي للألفاظ بيوقعنا في خلل في الفهم. إعادة القراءة على هنيار لو هيال تسهل شومسي كوي لنتسيح متسرايم هايتا أمورال محوك إيت كوحوتينو فيلشعوت تسفونا تسفونا وليس تسافونا ولاي عاد إيلات راكش نيمت تسي كونو نوت عمدو مول صفاتها ايش بفوكر هشيشي بأكتوبر فيها تصفاتيم شلاهم وليس شليهم شلاهم لو دميينو وليس دميينو لو فيها تصفاتيم شلاهم لو دميينو ما يجيش هالجورال لأروحات تهرايم. فطبعا عدم اعطاء الحركات حقها، عدم التأكيد على التشكيل الصحيح للكلمات. ادي مثل بسيط في هذه القراءة، الفعل دميين، اذا القراءة اللي انا سمعتها من الطالبة دميينو دميينو، هنا انا عندي الفعل دميين رباعي، اذا لما اقول
في الثلاثي الفعل دبرو غير ما اقول دبرو. دبرو هذا صيغه عذر، دبرو تفوي. اذا الطالبه قراءتها دامينو هنا بفتح الدالت، يعني بتحت تشكيل الدالت بتح، ده معناه انها حولت الصيغه للامر، بينما الصيغه عندي ماضي، وده اللي هيتضح هنشوف في الترجمه كيف سيكون المقابل. على الورق لم يكن لدى جيش اسرائيل اي فرصة للفوز، كان من المفترض ان تمحو مصر قواتنا وتتجه شمالا ربما الى ايلات. واجهت طائرتي طوارئ العاصفة النارية في صباح السادس من اكتوبر، لم يتخيل طاقمهم ماذا سيقدم لهم القدر وقت الظهيرة. طيب لما نتوقف هنا ونحلل شوية النص، على الهنيار هي استخدمت التعبير الحرفي على الورق، ده هنا معنى مجازي، زي ما نيجي كده في التعبير العام المصري يقولك حاسبني بالورقة والقلم، المقصود ايه؟ بمنتهى الدقة. يبقى على الهنيار مقصود بالحسابات الدقيقة. لو هيالت سهل شمسي كوي لنتسيح، لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي أدنى أمل، أو لم يكن لديه أي أمل في الانتصار. مصرايم هيتاء أمورالي أمور لي من المقرر أن، هي قالت من المفترض، من المقرر أن، لأن القوات طالعة بمهمة فمش من المفترض، هي مقرر لها أن تنفذ كذا وكذا وكذا. كان من المقرر لمصر أن تمحو قواتنا وأن تمتد شمالا ربما حتى إيلات. عمد مول بمعنى تصدى، يبقى تصدت طائرتا، تصدت طائرتان على أهبة الاستعداد لعاصفة النيران في صبيحة أو في صباح السادس من أكتوبر. ولم يتخيل طاقميهما، لأن أنا عندي طائرتان يبقى عندي طاقمي طائرة، ولم يتخيل طاقميهما ما الذي سيقدمه لهم القدر في وجبة الغداء. المقصود هنا طبعا ما سيقدمه القدر في وجبة الغداء، بمعنى يا ترى انا هعيش لحد وقت الغداء ام لا، وليس المقصود به الظهيرة، لان الظهيرة هنا الحرب اندلعت في بالتوقيت القاهرة الساعة 2 قبيل العصر، فهنا مش الظهيرة، هنا المقصود به وجبة الغداء. الغداء يعني هو بالنسبة لهم الغداء فاضل عليه يعني دقائق معدودة أو ساعة، بمعنى هل سنعيش هذا المقدار الضئيل من الوقت؟ ده المقصود من ما يذكره الكاتب، يعني لم يتخيل أي أحد من أفراد الطاقم في الطائرتين أنه سيعيش، أن القدر سيمنح له الوقت حتى للوصول لوقت الغداء اللي هو أوشك أن يحل. هنا تقليل مدة التخيل، يعني مش قادر، ما عندوش قدرة على تخيل انه هيعيش حتى لحظات. تمام؟ فنخرج شوية عن المعنى الحرفي ونفهم السياق. أنا عندي سياق عام وسياق خاص. السياق العام هو ما يحيط بالنص، يبقى لازم أعرف النص بيتكلم عن إيه؟ فحوى النص وعلاقته بأرض الواقع. إيه الحادثة اللي بيتناولها؟ على أرض الواقع، لأن ده نص بيناقش واقع حرب حدثت بالفعل. ثانيا المشاركين، أدرك تماما العلاقة بين المشاركين في هذا النص. ثالثا تحليل وجهة النظر المبنية على ما تم من استطلاعات رأي و و و و ونأكد مرة أخرى على الفعل
نتسيح اللي هو الفعل اللي نتسيح المصدر، او الفعل نتسيح اللي هو دايما بيركز عليه وبيستخدمه. نسمع قراءة زميلتنا للمقطع التالي. بباسيس اوفير شبيسة موخ لشرم الشيخ يشبيتس هدروميشل هتسيها اي افشر هيا لهرجيش ات هالمتاح بأوفير هيو دي فوحيم على تسيفي ليوم كيراف بجافول سوريا كيلومير حلو في ايش نقدتين في اولام يوم لفني بتحتها ملحمة هجي على بسيس اوفير إلام يعقوب نيفو زل ميجدولي هتي يسيم شل هحيين في هديع شزا لو يهيه مشي هو شيو جيفال لتسافون ملحمة تفروتس وتدو جم بسيناي كان رئي ببليشات كم ندو بميسوكيم. طبعا القراءة هنا فيها بتعكس التكوين اللغوي في مشكلة ينبغي الاهتمام ومراجعة القواعد بشكل جيد، الاهتمام بتشكيل الكلمات، شكل الكلمة التي لا تستطيع نطقها بشكل صحيح حينما تكشف عنها في القاموس. طبعا بدأت الطالبة ب با باسيس اوفير، طبعا عندي اوفير وليس اوفير، في وليس في، يبقى التركيب تركيب اضافي. بفسيس اوفير شي بسموخ لشرم الشيخ هشبيتس هدرومي شل حتسيها اي افشار لهرجيش ايت هميتح بافير هيودي فوحيم على سفي ليوم كراف بجفول سوريا كلومر حلو في ايش نقوداتيين في اولام يوم لفني بتحتها ملحمة هجي على لبسيس اوفير الوف مشني يعقوب نافو زل ميجدولي هتياسيم شلها حيل في هدية شزي لو يهي ماشي هو شو يقبل لتسفون ملحمة تفرطس اوتوتو جام بسيناي كنرئي بفليشات كوماندو بمسوكيم. طبعا واضح اختلاف القراءة نابع من عدم تدقيق الفهم. نشوف ترجمة زميلتنا لهذا الجزء. في قاعدة أوفير بالقرب من شرم الشيخ الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة يمكن الشعور بالتوتر في الهواء. كان من المتوقع ورود أنباء عن يوم قتال على الحدود السورية، أي تبادل ثابت لإطلاق النار. ومع ذلك في اليوم السابق من بدء الحرب وصل العقيد يعقوب نبو رحمه الله إلى القاعدة وهو أحد كبار طيارين السلاح الجوي، وأعلن أنه لن يكون هناك شيء. لم يكن لدى قاعدة أوفيل وأعلن أنه لن يكون هناك شيء يقتصر على الشمال، ستندلع الحرب أيضا بالقرب من سيناء وربما في غزو طائرات الهليكوبتر. طبعا زي ما سمعنا الترجمة في جزء مش مفهوم لعدم تحليل عناصر النص وربطها داخليا بقوة. بفتيس اوفير شي بسموخ لشرم الشيخ عذرا يا شباب. بفتيس اوفير شي بسموخ لشرم الشيخ في قاعدة اوفير القريبة من منطقة شرم الشيخ الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة، طبعا هنا جزيرة سيناء. كان يمكن الشعور بالتوتر في الجو وليس في الهواء، بمعنى ان الجميع متوتر وليس الهواء
هو المتوتر. هيودي فوحيم على سيفي ليوم كراف بجفول سوريا. كانت هناك تقارير تتوقع يوما قتاليا على الحدود السورية، أي تبادل لإطلاق النار. حلو، في إيش نقودتيين، ليس تبادل ثابت لإطلاق النار، هذا معنى مخالف، هذا معنى غير واضح، بمعنى أن هم كل شيء بيضربوا بعض بالنار يعني. طبعا لا، حلو، في إيش نقودتيين، أي تبادل لإطلاق النار بين بعض القواعد العسكرية، بعض النقاط العسكرية. لما نقول نقودات مفتيح، أي نقطة حاكمة، نقطة هنا بمعنى قاعدة عسكرية تحتل مكانا استراتيجيا. فيولاب، غير أنه يوم الاثنين بتحتها ملحمة هجية، غير أنه قبل بدء الحرب بيوم واحد وصل لقاعدة أوفير لا تنطق ألم أبدا. ألوف مشني، أي العقيد يعقوب نافو، زل، إذا اختصار ألم لازم أن يفك وينطق ألوف مشني وزل، هذه تنطق والزين بتكون مشكلة بالفتح، وده أحد أنماط الاختصار الثلاثة اللي احنا نعرفهم جيدا. عندي ثلاثة أنماط للاختصارات. نمط ينطق ككلمات اللي هو زي ألف لام ميم، يبقى ألم اللي هو ما عنديش ألم دي خالص زي ما الطالبة قالت، لكنه يكون ألوف مشني. أما زل لأن الزين مشكلة، ودي أحد إشارات نطق الاختصار، فهنا يكون الاختصار منطوقا ومفهوما، زل أي زخرونو لفرخاء، وعندي اختصار قريب منه حزل حخمينو زخرونام لفرخاء، ويقال في ترجمته ليس رحمه الله ولكن طيب الله ثراه. ميجودوليه تياسيم شل هحيل، طبعا النوع الثالث من الاختصارات اذكركم به، وهو اختصار ينطق حروفا زي تاف دالت تيفات دؤر صندوق البريد يعني. ميجودوليه تياسيم شل هحيل وليس هحيل، يبقى وصل لقاعدة أوفير العقيد يعقوب نافو طيب الله ثراه قبل اندلاع الحرب بيوم واحد، وهو أحد كبار تياري السلاح الجوي، وأعلن وليس أعلن، هذا الفعل هدية وزن هفعيل بنيان بعيل مبني للمعلوم وليس مجهولا، وأعلن أنه لن يكون هناك شيئا يقيد التوجه نحو الشمال، بمعنى إذا حدث فعلا وفقا للتوقعات وجود تبادل لإطلاق النار بين القواعد العسكرية السورية والإسرائيلية، فهنا سيتم اكتساح هذه القواعد، هذا كان مفهومه للأمر. ولكن هذا المفهوم كان يعقوبه نوع من الحذر، ملحمات فروتس اوتوتو، كلمة اوتوتو هذه كلمة لشندبور بمعنى مياد، بعود رجع على الفور في نفس التوقيت، ملحمات فروتس اوتوتو جنب سيناي، وستندلع الحرب على الفور في سيناء. كانر ايه بفليشات كوماندو بمسوكيم، على ما يبدو هو بيتصور بيضع تصور باعتباره قائد، على ما يبدو سيكون بغزو من قوات الكوماندو المحمولة بطائرات الهليكوبتر، بمعنى ان طائرات الهليكوبتر ستقوم بعمل ابرار جوي او انزال جوي لقوات الكوماندو، وده بالفعل اللي حدث، ان القوات الاولى اللي عبرت كانت قوات صاعقة. نسمع الفقرة التالية من الطالبة. لباسيس اوفير شبيسة موخ لشرم الشيخ يشبيتس هدرومي شل هتسيها اي افشر هيا لهر سليخة.
هذا الجزء لم يقرأه الطلاب، سأقرأه أنا. هم يعني اكتفينا بس نماذج على القراءة، وبعدين هم بيستكملوا الترجمة اللي بتعبر أيضا عن فهمهم للقراءة. فسأقرأ أنا هذا الجزء ثم نسمع ترجمة زميلاتنا. لفسيس أوفير لو هيات سيودا متقيم لهيت مدودوت عيم إيوم شيكازي شهو فو شناي متوساي فانتوم بخنونوت ييروت بأوفن شوتيف نعدو لأفتيح متوسيم شل العال شي تسيم لكيفون أفريكا لخفون أفريكا مع شرم الشيخ هيا حشاش لبجعا هيم بعكفوت تكريت با حدار متوس نسعيم لوفي لشيطح سيناي فيه فعل اسليخا فيه بال بإيش تسهل كموخين تسو بفتروليم مع اليام صوف كده مع اليام صوف كده لهرتية متوسي بيون. طبعا كل كلمة هنا ليها دلالتها وبتعكس طريقة فهمي للنص. نسمع ترجمة الطالبة. لم يكن لدى قاعدة أوفير المعدات المناسبة للتعامل مع مثل هذا التهديد، حيث كانت تضم طائرتي فانتوم في حالة تأهب بشكل مستمر. تهدف طائرات العال إلى تأمين الرحلات الجوية المتجهة نحو أفريقيا فوق شرم الشيخ. كان هناك خوف من وقوع هجوم بعد حادثة اخترقت فيها طائرة ركاب ليبية الأراضي الصينية وسقطت بنيران الجيش الإسرائيلي، كما حلقت دوريات فوق البحر الأحمر لردع طائرات الاستخبارات على بعد. طبعا زي ما سمعنا قراءة مخلوطة وترجمة غير دقيقة. أولا يعني فيها خطأين فادحين، حذف بعض أجزاء النص وبالتالي حدوث ارتباك في السياق زي ما نشوف في الترجمة لما أترجم أنا. الخطأ الثاني، ما دخل الصين هنا؟ يعني الأراضي الصينية دي جت منين؟ لفسيس أوفير لو هيا هتسيو ده متقيم، تسيو دي التجهيزات. لم يكن لدى قاعدة أوفير التجهيزات الملائمة للتعامل مع مثل هذا التهديد، يقصد هنا قدوم أو هجوم ال 28 طائرة. شهوفو شني متوسي فانتوم بخنونوت يروت كانت في هذه القاعدة طائرة فانتوم على أهبة الاستعداد الدائم للاعتراض. متوسي يروت طائرات اعتراضية كما هو معلوم في كل أرجاء العالم أن القواعد العسكرية فيها دائما أو القوات الجوية تحديدا عندها حالة طوارئ لمدة 24 ساعة في 24 ساعة، لأن هي الدرع الواقي لأي دولة. فبيبقى عندنا دايما محاولة للسيطرة على الأمور في أسرع وقت ممكن. كانت في هذه القاعدة كما هو معمول به في العالم كله طائرتي من طراز الفانتوم على أهبة الاستعداد دائما، دائما فيها في أي لحظة يصدر لها الأمر تنطلق دائما وأبدا. طيب الطائرتان دول أو هان الطائرتان ما هي مهمهما؟ المهمة الأولى يروت لاعتراض، بمعنى إذا حدث دخول أي طائرة معادية من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي آنذاك، أي طائرة عربية أي طائرة أجنبية، خشية حدوث هجوم على القواعد العسكرية الإسرائيلية
في سيناء، فكان بتطلع طائرات الاعتراض هذه لإجبار الطائرة المعادية على الهبوط، طبعا بعد أن يعرف نفسه بيصحبه، إما أنه هو يعود إلى أدراجه بمعنى ينتقل إلى خارج المجال الجوي، يعود تاني للمجال الجوي الدولي أو يدخل أي دولة تانية، أو أنه يجبر على الهبوط بصحبة هاتين الطائرتين الحربيتين في إحدى القواعد العسكرية للتعامل معه، أو لو رفض هذا وذاك فبيتم تدمير الطائرة المعادية. دي فائدة طائرات الاعتراض. فالمهمة الأولى لطائرتي الفانتوم هي الاستعداد الدائم للانطلاق للاعتراض أي طائرة معادية. وعشان كده أكد لي الموضوع ده بأوفن شوتيف، بشكل دائم، بأوفن شجراتي، بشكل روتيني. ده النمط بتاع شغلهم، دي اساسي، اساس وجودهم في هذه القاعده. طيب الاعتراض ده ليه فايده اخرى؟ في شكل ايه؟ نعادو لافتيح متوسيم شل العال. ايضا هاتين الطائرتين كانتا مخصصتين لتأمين طائرات شركة العالي الإسرائيلية التي تحلق صوب إفريقيا أو في اتجاه إفريقيا من فوق شرم الشيخ. يعني أي طائرة إسرائيلية كي تدخل إلى إفريقيا ينبغي أن تحلق فوق شبه جزيرة سيناء. هيا حشش لفجعاء طبعا اعتقد هنا هيم الاداة غير دقيقة، اعتقد ان هي شام. هيا حشاش لفجع شام بعكفوت، كان يعني هنا في خطأ مطبعي، كان هناك خوف او تخوف من حدوث هجوم في اعقاب حادثة اخترقت فيها طائرة ركاب ليبية المجال الجوي لسيناء. لشتح سيناء ليست الاراضي الصينيه، هي المقصود بيه اراضي سيناء، مش هتخترق الاراضي لكنها اخترقت المجال. دي بنضيفها من عندنا لايضاح المفهوم، انا بتكلم هنا عن طائرات يعني بشتغل على المجال الجوي وليس على الارض، وكل دوله ليها مجالها الجوي اللي هو بيماثل ارضها. ف توغل طائرة ركاب ليبية داخل المجال الجوي لسيناء. في هبال بإيش؟ تسهل. وأسقطت بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي. وهنا بنخرج لنقطة بعيدة عن الموضوع ولكنها في السياق. أفادت تقارير صدرت بعد حرب يعني في فترة التسعينيات فصاعدا بعد الحرب بفترة، ان هذه الطائرة الليبية التي دخلت هي الطائرة التي كانت فيها المذيع سلوى حجازي. هذه كانت الطائرات القادمة من ليبيا لا تدخل مصر من الغرب، وده وفقا لأنظمة الطيران آنذاك وشروطها. فكانت اي طائرة قادمة من ليبيا كي تدخل الاراضي المصرية عليها ان تنطلق عبر البحر المتوسط ثم تدور من الشرق، تدخل من الشرق من اتجاه سيناء دخولا الى مطار القاهرة. فكان في هذه الطائرة سلوى حجازي، وافادت بعض التقارير فيما بعد انها كانت تعمل لصالح الاستخبارات المصرية، وان الطائرة كانت مستهدفة، يعني ليست هذه الشخصية كانت مستهدفة، فتم تفجير الطائرة بناء على وجود هذه الشخصية فيها. لان الطيار وقتها رفض الرضوخ والهبوط في سيناء على اعتبار انه طيار مدني، فتم التعامل معاه والنار عليه، وده طبعا بالمخالفة للقواعد العسكرية لان انت بتتعامل مع طيارة مدنية وليست طائرة حربية. كوموخين تاسو بفاترو ليم معال ليمسوف. دي المهمة التانية. يبقى الطائرة الفانتوم كانت المهمة الأساسية بتاعتها الاعتراض تأمينا ل
طائرات العال المدنية، والناحية التانية كموخين، وكذلك أيضا بالإضافة لذلك أيضا تاسو بفارتوليم مع اليم سوف، كانت تحلقان في دوريات فوق البحر الأحمر دي لهرتيع متسيبيون لردع طائرات التجسس. بيون من ضمن معناها الاستخبار، لكن هنا المقصود بها طائرات التجسس وليس طائرات الاستخبار. الاستخبارات مفيش حاجة اسمها طائرات استخبارات، هي طائرات تجسس. كاسريم كيلومترين درومامي بسيس اوفير على هارت سفرا يجفا يحدات بكرا افيريت حميش ميود عسريم وشمونة هاي حدا هفعيلا معرخ مكاميم بعلي دفح شلكي 300 كيلومترين لجلوي هيت كرفوت حشودا لجفول بمطرة لهخفين متوسي كراف ال كول اويف بجزرتها بسيس بعلا جام سلالة تلي نجد متوسيم مديجم هوك تليم منحي مكام شي مسجاليم لحسيل بولشيم معففيم مدفح شل 45 كيلومترين وزو هيتا بعتسم رتسوعاتها افتحها هدروميت بيوتير شل اسرائيل رتسوعه شمتسرايم تخننا لهفتيع بشليحات كلي تايس متحت لجوفا همكم ואז לקרוע לגזרים. في هذه الفقرة هنسمع أيضا ترجمة الطالبة ونشوف مدى دقة الفهم بناء على قراءتها الشخصية. على بعد حوالي 20 كيلو متر جنوب قاعدة أوفير على جبل زفرة كانت وحدة التحكم الجوي 528 تدير الوحدة نظام رادار يبلغ مداه حوالي 300 كيلو متر لاكتشاف الاقتراب المشبوه من الحدود بهدف توجيه طائرات المعركة على كل عدو، كما قامت بتشغيل بطارية صاروخية من طراز هوك وصواريخ موجهة بالرادار قادرة على القضاء على الغزاة. الطائرة في نطاق 45 كيلو متر، وكان ذلك في الواقع هو أقصى قطاع أمني في جنوب إسرائيل، وهو قطاع خططت مصر لمفاجأته بإرسال طائرة تحت ارتفاع الرادار ثم تمزيقها. طبعا فهم الطالبة إجمالا صحيح، ولكن يشوب بعض الأخطاء وبعض الجمل الحرفية. على الترجمة كعشرين كيلومترين دروما مبسيس أوفير على بعد قرابة 20 كيلومتر جنوب قاعدة أوفير فوق جبل ظفرة كانت تقع وحدة المراقبة الجوية رقم 528 وهي الوحدة التي تشغل منظومة رادارية أو منظومة رادارات ذات يبلغ مداها حوالي 300 كيلو لاكتشاف الاقتراب المشبوه من الحدود بهدف لهخفين متوسي كراف. المقصود هنا بهدف إطلاق توجيه طائرات المقاتلة إلى أي عدو. فالمنظومة الرادارية بتعمل كالآتي، هي بتفيد أو بتكشف أي اقتراب من المجال الجوي أو أي دخول للمجال الجوي بشكل غير قانوني، ثم من هذه اللحظة تبدأ التنبيه للطائرات المقاتلة للتحليق صوب هذا
القادم لاعتراضه، أو لو هو هجوم عسكري كما حدث في بداية الحرب فبيكون الهدف مهاجمة العدو. طبعا مش كل العدو، ولكن أي عدو، يبقى لتوجيه طائرات المقاتلة إلى أي عدو. بجزرتها باسيس بعلى جام سليلة تيلي نجد متوسيم، وفي منطقة القاعدة وفي محيط القاعدة كانت تعمل بطارية صواريخ، وليس بطارية صاروخية، بطارية صواريخ مضادة للطائرات من طراز هوك. وهي طائرات موجهة موجهة بالرادار، طائرات موجهة بالرادار مؤهلة لتدمير الغزاة المحمولين جوا من مدى 45 كيلو. زهيتا بعتسم رتسعاتها افتحاها دروميت بيوتير شلي اسرائيل. هذه كانت في الحقيقة القطاع الاكثر امنا، القطاع الجنوبي الاكثر امنا لاسرائيل. رتسعاش مصرام تخنينا لهفتيع بشليحات كلي تايس، وهو القطاع الذي خططت مصر لمفاجأته بارسال طائرات كلي تايس، هنا مقصود بها طائرات تحلق على ارتفاع منخفض عن الرادار، اي حتى لا يكتشفها الرادار، في از لكروع لكزاريم، ومن ثم تمزق هذه المنطقة الى اشلاء. اعتقد كده المعنى اصبح واضح، والطالبة ادركت اين مكمن الخطأ في ترجمتها. سأقرأ أيضا هذه الفقرة ثم نستمع لترجمة زميلتنا. تسفتيها فانتوميم بفسيس أوفير عسو تورانيوت ودفكا بيوم هكيبوريم 1973 يجفو فو شني تياسيم وشني نفاتيم متياسيت مئة وشيفة أربعتام هيو حسرين سيون ويش مهم لوهس مخ كموفيل مبني هموفيل هو مفكيد هكوح بأفير هو شكوري ايد تمونات هكراف بزمن ايمت هو شي مكتسي مطارات لمتوسي هامبني فيكوفيع ام لفتيل مسمى ولشوف لباسيس الو سكونيم لكحت فعالكين كريتي شي هي من السي او من امات. نسمع ترجمة الطالبة. إقامة أكمل بند بقاعدة أوفير بالخدمة، وكان تحديدا في يوم الغفران عام 1973. جلسوا به طيارين ملاحين من 707، كان أربعتهم عديمي الخبرة ولم يكن أي منهم مؤهل كقوادة هيكل. النقل هو قوادة في القوى الجوية، هو الذي يقرأ صورة المعركة في الوقت الحقيقي، هو الذي يعين أهداف الطائرات الهيكلية ويحدد إذا سيتم إلغاء المهمة والعودة للقاعدة وما هي المخاطر التي يجب اتخاذها، وبالتالي فإنه من المهم أن يكون ذو خبرة ومتعلم. طبعا أيضا القراءة هنا تفيد، أقصد هنا فهم الترجمة يفيد قراءة غير دقيقة في بعض المواطن. لو بصينا للجملة الأولى يا شباب هلاقي بيقول لي تسيفتي هفانتوميم بفسيس أوفير، هذا هو نسي. مالهم؟ عسو تورانيوت، هذه هي الجملة. إذن أطقم الفانتوم، أو تحديدا أنا عندي طائرتين يبقى لها طاقمان، يبقى طاقم الفانتوم في قاعدة أوفير كان يقومان بالعمل بالتناوب في مناوبات دائما وأبدا، موجود في إحدى الطائرات طاقمها. فيدافكا بيوم هكيبوريم وبالتحديد في يوم
السادس من اكتوبر عام 1973 يجفو فو شني تياسيم وشني نفاتيم، لانهم بيقوموا بالعمل على هيئه مناوبات بالتناوب. فكان في اليوم ده تحديدا كان موجود في كلتا الطائرتين طيران وملاحان من السرب 107. هؤلاء الأربعة كانوا عديم الخبرة، ولم يكن أحد منهم مؤهلا كقائد للسرب، كقائد لهذه المجموعة. هنا مبني ليس هيكل، مبني بمعنى بناء أو بناية أو شكل أو هيكل، هذا في المعاني العادية، لكن هنا موفيل هامفني قائد هذه الوحدة. بمعنى إذا كان عندي طبعا القواعد العسكرية بيبقى فيها أسلحة متعددة، فبيبقى فيها دفاع جوي، وحدات دفاع، وحدة من الدفاع الجوي، بيبقى فيها وحدة مدفعية، بيبقى فيها وحدة مدرعات، بيبقى فيها وحدة مشاة إلى آخره، بالإضافة طبعا للقوات الجوية. فهذه القاعدة بتوضح أنها كانت قاعدة مهمة جدا كما تبين من نهاية الفقرة السابقة، وبالتالي كانت مؤمنة بشكل قوي. طيب، لكن كان يشوب هذه القاعدة مشكلة، ليس هناك قائد للطائرتين. القائد هنا بمعنى الموجه الذي يصدر الأوامر لهاتين الطائرتين وبكيفية التعامل خلال المعركة أو خلال فترة الراحة. فبالتالي الأربعة اللي موجودين سواء الملاحان أو الطياران كلاهما ليست لديه خبرة، لأن بيقوموا بمهام روتينية وليست مهام قتالية. إيش مهم لوس مخ كموفيل مفني، لم يكن أحد منهم مؤهلا كقائدا لهذه الجماعة. هموفيل هو مفكيت، بدأ يشرح لي كلمة موفيل في العرف العسكري الإسرائيلي معناها إيه. هموفيل هو مفكيت هكوح بأفير، يبقى إذا كلمة القائد في السلاح الجوي بيتقال عليه موفيل. ليه؟ لأنه دايما بيتقدم السرب بتاعه. هو شيكوري ايت تومونات هاكراف بزمان ايمت، دي من مهامه قراءة صورة المعركة في الوقت الحقيقي في زمن قياسي. يستطيع ان هو ينظر للمعركة ويعمل حسابات ويعيد ترتيب القوات ويعيد اعادة تشكيل السرب الى اخره. هو شي مكاتسي ماتاروت لمتوسي هامفني، هو الذي يحدد الاهداف للطائرات الموجودة تحت امرته الموجودة في هذه القاعدة. كوفيا ام لفاتيل مسما فيلاشوف لباسيس، وهو الذي يحدد ما اذا كان سيتم الغاء المهمة وعلى الطائرات العودة للقاعدة، وما هي المخاطر التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار. سيكونيم لكحت هنا بحشبون طبعا محذوفة، معناها ما هي المخاطر التي يجب اخذها بعين الاعتبار، اللي هو يمكن تنفيذ المهمة رغم هذه المخاطر. فعالخين كريتي شيهي من السي، وعلى ذلك فمن الضروري من الامور الحساسة وشديدة الخطورة ان يكون ذو خبرة وأن يكون متعلما، بمعنى حاز الخبرة وحاز الجانب التعليمي، يعني حاز المجالين المطلوبين في الجانب العسكري وخاصة في سلاح الطيران. لماذا يقول هذه الجملة الأخيرة؟ لو لاحظنا على مر مجموعة الفقرات اللي قرأناها سنجد دائما بلتي من السيم بمعنى عديم الخبرة. طبعا هو هنا الكاتب بيرمز لشيء أكبر من مجرد عدم الخبرة، إن هذين الطيارين رغم عدم خبراتهما
تضاء ل 28 طائرة. فيجب أن نفهم هو بيفخم في ذات هؤلاء عن طريق أنه ظاهريا ما عندهمش خبرة. إذا لم يكن عنده خبرة فمعناه أنه هو لن يستطيع التعامل، ورغم ذلك تعامل، فبيفخم منهم ولكن بصورة غير مباشرة. فناخد بالنا ده من المعنى التداولي أو من المعنى البرجماتي أو من المعنى الكلام اللي ما بين السطور وليس واضحا في النص، لكن هذه هي حقيقة الأمر. ولو عديت كم مرة ورد كلمة بلتي من السي، وهنا يقول كين كريتيشي هي من السي ومن المد، هنفهم أنا أقصد إيه بالضبط يا شباب. يفتح سبيكتور عد تياس أجدي بحيل أو مفكيد تياسة مئة وجبع فشفة مئة فشفة هتكشير في دبير عيمها تياس سيرن أمير نحومي عن هبوكر كشي هفين شئين ببسيس أف موفيل هسميخ أوتو تلفونيت لنحومي هياني سيون كرافي عشير بشوت لو عال متوسيم هو هدح مقرص تياس وجدال بسيارة شل حيل هشريون لحم بملحمة ششت هيامين وراك لأحريها نجاش شوف لقرص وكبيل ايت هكنفايم شلو ايت روف نسيونو بأفير تصفار كمدريخ تسا. في هذا الجزء بينقلني النص إلى شخصية أخرى وهي في حقيقتها الشخصية الرئيسة في النص وهو نحومي. يبدأ الفقرة بالتعريف بشخص هو في الأصل قائد السرب يفتح سبيكتور، هذا هو اسمه يفتح سبيكتور، طيار آخر أسطوري في سلاح الجو وقائد السرب 107. اتصل وتحدث هاتفيا مع النقيب طيار أمير نحومي. هنا كلمة على هبوكر المعنى الحرفي عن الصباح، طبعا مش هيكلمه عن الصبح وجماله ولا جمال الشروق ولا كلام من ده، لا يقصد هنا عن الأحوال في الصباح. عن الوضع في الصباح. وحينما فهم أنه ليس في القاعدة موفيل، هي بتوازي كلمة مفكيد في سلاح الجو، فهنا أنه ليس في القاعدة قائدا للقوى الجوية الموجودة. هسميخ أوتو تلفونيت، هسميخ معناه أنه فوضوا أوكله تلفونيا، أي كلفه تلفونيا، كلفه أن يكون قائلا. إذن يفتح سبيكتور كلف أمير نحومي أن يكون هو القائد، هو موفيل بباسيس. لم تكن لنحومي هياني سيون كراف عشير بشوت لو عالميتوسين، كانت لنحومي تجربة أو خبرة قتالية ثرية، لكن ببساطة لم تكن عن الطائرات. هو هدح مقرص تياس، لقد تم استبعاده من دورة طيار، من دورة تدريب لنيل درجة طيار، وتربى ونشأ سيارة إحدى الوحدات القتالية، وأيضا سيارة تعطيني معنى وحدة الاستطلاع. لكن هنا سيارة شيل حيل هشريون إحدى الوحدات القتالية في سلاح المدرعات. شارك في حرب عام 1967، وناخد بالنا من حيمة شيشة تيمين، ده مصطلح تكلمنا عنه فيما قبل. فراك لأحريهان الجاش شوف لكورس،
ثم بعد في أعقاب هذه الحرب تقدم ثانية لكورس أو دورة إعداد أو تأهيل الطيارين، وقبيل إيت هكنفايم شلو كنفايم، هذا معنى حرفي، تلقى جناحيه، جناحين إيه اللي هيتلقاهم، طبعا المعنى خلاف ذلك. كبيل إيت هكنفايم، كنفايم هي شارة الطيار، أي طيار في القوات الجوية كما هو الحال في القوات الجوية المصرية بيبقى الشارة اللي موجودة على صدره هي عبارة عن جناحي النسر وفي الوسط شعار سلاح الطيران، هذا هو شعار سلاح الطيران في الوسط العلم والقوات الجوية. فقبيل ايت هكنفايم شلو معناه وحصل على رتبته. ايت روف نسيونو بافير تسافار كمدريخ تسا، اما عن معظم خبرته في الجو، هنا في الجو يعني في الطيران، في مجال الطيران، في سلاح الطيران، فقد جمعها كمرشد طيران. هنتوقف هنا في هذه المحاضرة، ثم نستكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة أو في الجزء الثاني من هذه المحاضرة أيضا. شكرا يا شباب.